هل على المسلم القيام إذا شاهد جنازة محمولة تمر من أمامه؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر شيء؟ نعم، وردت أحاديث القيام للجنازة، وردت أحاديث في عدم القيام. فمن العلماء من يقول إن القيام مستحب، ومنهم من يقول إنه منسوخ، إنه نسخ. وعلى كل حال إذا قام لا ينكر عليه، وإذا لم يقم لا ينكر عليه.